أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن قصف ميليشيا الحوثي لمقر منظمة الصليب الأحمر بالحديدة. قصفت ميليشيا الحوثي بالمدفعية الثقيلة مقر إقامة المنظمات الدولية في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة. قال مصدر عسكري إن الميليشيا قصفت بأكثر من 20 قذيفة مقر الصليب الأحمر والمنظمات الدولية في منتزه منطقة غليفقة غربي المديرية. وبحسب المصدر فإن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا، مشيرا إلى أن القصف جاء بالتزامن مع المعارك الدائرة في الدريهمي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب استهداف الميليشيا مقرات منظمة الأمم المتحدة في الحديدة، وموقف الأمم المتحدة من استهداف وكالاتها وأثر ذلك على الوضع الإنساني في البلاد. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. لا خطوط حمراء لما تمارسه ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فمن قصفها للمدارس والمستشفيات في الحديدة إلى قصفها للمنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة هناك. في تفاصيل الأحداث، قصفت الميليشيا موقع منظمة الصليب الأحمر الدولي الواقع في منطقة غليفقة غربية مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بأكثر من 20 قذيفة، قصف لم يؤدي إلى حدوث خسائر بشرية وفق مصادر محلية، لكنه تسبب بوقوع أضرار في مرافق المبنى وترويع الموظفين العاملين هناك. يأتي هذا الاستهداف بعد نحو أيام من اتهام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ميليشيا الحوثي بعرقلة أعمال الإغاثة التي تنظمها المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرة الحوثيين. اتهام لوكوك للميليشيا أكده تقرير نشرته وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية. اتهمت فيه أيضا الميليشيا بتنظيم عمليات نهب للاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات لمنظمات الإغاثة العاملة في اليمن نتيجة طلبات الميليشيا الساعية إلى حصر توزيع المساعدات الإنسانية عبر وكلائها. ممارسات الميليشيا مع المنظمات الإنسانية والإغاثية دفع وكالات الإغاثة والجهات المانحة إلى التهديد بخفض المساعدات الإنسانية إذا ما استمرت الميليشيا في فرض قيودها عليهم. وأمام استمرار استهداف الميليشيا للمنظمات الدولية سواء عبر قصف مقراتها أو التحكم بقراراتها، يذهب مراقبون إلى اعتبار أن ذلك لم يكن ليحدث لولا التماهي الذي مارسته الأمم المتحدة إزاء انتهاكات الميليشيا بحق المواطنين، الأمر الذي شجعها على ارتكاب المزيد، وليس مهما إن كانت وكالات الأمم المتحدة نفسها هي المستهدفة أيضا هذه المرة. لنقاش أوسع ينضم إلينا من فيينا رئيس مؤسسة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. مرحبا بك معنا سيد توفيق. نتحدث عن قصف الميليشيا لمواقع منظمة الصليب الأحمر في الحديدة، برأيك ما وراء هذا الاستهداف؟ ما الهدف منه؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. مرحبا بك. وحقيقة عندما نتحدث عن وضع الحديدة فإننا لا نستطيع أن نقول أنه لم يتغير شيء أو لم يستجد شيء للحديدة على وجه الخصوص بعد اتفاقية ستوكهولم. ما زالت الانتهاكات مستمرة، ما زالت القذائف، ما زالت الاشتباكات، الألغام، الاعتقالات، حتى إلى درجة الاغتصابات التي وصلت إلينا لكن لم نتوثق منها بدرجة كبيرة جدا. وبالتالي أنا أعتقد اليوم أن الحفاظ على شعرة ستوكهولم في الحديدة هو لصالح المبعوث الأممي وللأمم المتحدة، بحيث لا تظهر أو لا تعلن فشلها وترفع الراية البيضاء في اليمن على وجه الخصوص. الحوثيون يستفزون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بصورة أو بأخرى. هذا الاستهداف للصليب الأحمر وبعثات الأمم المتحدة وغيرها هو عنوان واحد، أن جماعة الحوثي اليوم ترى نفسها في حل من الالتزام والاحترام لكل هذا المجتمع الدولي،
وهي مدركة أن المجتمع الدولي غير قادر على أن يفرض عليها شروطه أو حتى يفرض عليها ضغوطه. لماذا برأيك تعتقد الميليشيا أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يمارس عليها ضغوطه كما ذكرت؟ هي لعدة أسباب. أولا ترى نفسها في حل، وترى أنها أن المجتمع الدولي بحاجة إليها. هنا الإشكالية. اليوم جماعة الحوثي مسيطرة على القسم الأكبر من اليمن الذي يحتوي على كثافة سكانية كبيرة، ولذلك اليوم أصبح الحرب في اليمن هو حرب المجاعة، الحرب يعني الموضوع تحول إلى موضوع إنساني. وبذلك الحوثيون يدركون جيدا أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يصل إلى حلحلة أو تحسين الوضع الإنساني بدون جماعة الحوثي. رأيناه يطرد مندوب يعني الغذاء العالمي، رأيناه يفرض شروط على برنامج الغذاء العالمي، رأيناه يغلق، رأينا يعني يحتجز الشاحنات والقاطرات التابعة للأمم المتحدة في أكثر من محافظة. بالتالي المجتمع الحوثيون اليوم يرون تماما أن المجتمع الدولي بحاجة إليه وليس هو بحاجة إليهم، لأن اليوم أصبح فارض لقوته على الأرض أو فارض لسلطته على الأرض بقوة السلاح والجبروت والإرهاب. أصبح في حل من دعم الرواتب، من تنفيذ يعني منح الناس حقوقهم الصحية والتعليمية إلى غير ذلك. أصبحت اليوم الأمم المتحدة هي التي تحتاج إلى الحوثيون من أجل أن تنفذ مشاريعها الإنسانية والإغاثية إلى غير ذلك. نعم سيد توفيق، كنت قد أشرت في حديثك إلى اتفاق ستوكهولم وأن الأمم المتحدة لا تزال متمسكة بهذا الاتفاق. مع تكرار الانتهاكات المتواصلة من قبل ميليشيا الحوثي، هل برأيك يعني لا يزال هناك ركون ورجوع لهذا الاتفاق، وهل من بارقة أمل لتنفيذه؟ اتفاقية ستوكهولم أصلا ولدت ميتة، هذا يجب أن نقر به. كان تضمن مجموعة من يعني الاتفاقيات ولم ينفذ من هذه الاتفاقيات شيء، كان على أساس المتعلقة بالحديدة والممرات الإنسانية إلى غير ذلك، وبالتالي إلى حد اليوم لم نرى تنفيذ والتزام كامل وفعلي وحقيقي بهذا الرأي، باستثناء وقف العمليات العسكرية الكبرى لدخول الحديدة، وهذه جاءت لصالح جماعة الحوثي في ترتيب صفوفها وترتيب أوضاعها العسكرية داخل المحافظة، بل وزيادة هيمنتها وقبضتها الأمنية على المواطنين داخل محافظة الحديدة. الأمر الثاني كان متعلق بالأسرى والمعتقلين، وكان من المفترض أن يبدأ حلحلة هذا الملف في 20 يناير من عام 2019، وإلى اليوم ما يقارب 13 شهرا لم نرى أي حلحلة باستثناء البيانات التي صدرت في الأردن، وأنا باعتقاد أن هنالك تعقيدات كبيرة قد يعني تمنع حتى تنفيذ مثل هذا الاتفاق. نعم. كان هنالك أمور متعلقة بمطار صنعاء وحصار تعز إلى غير ذلك، لم ينفذ منه شيء. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حريص على اتفاقية ستوكهولم على الأقل من أجل أن يبني عليه، لكن الإعلان فشل أو إعلانهم لفشل اتفاقية ستوكهولم سيشعر الجميع بأنهم عادوا إلى نقطة الصفر، وبأن المجتمع الدولي خلال 5 سنوات كان يجري خلف سراب كاذب، ولذلك هو يحاول أن يتمسخ به على الأقل ليضاف إلى إنجازاتهم وإلى سيرتهم الذاتية، لكن اليمنيين لم يستفيدوا شيء من اتفاقية ستوكهولم. نعم. اتفاقية ولدت ميتة للأسف الشديد. نعم. وعلى الحكومة اليمنية أن تكون حصيفة ألا تنهي. نعم. سنعود سيد توفيق للحديث عن ما يجب على الحكومة الشرعية عمله، لكن دعني أنتقل لضيفي من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. مرحبا بك معنا سيد عبد الحفيظ. نعود للسؤال الأساسي لحلقتنا هذه، كيف تنظر أنت إلى الاستهداف الجديد لمقر منظمة الصليب الأحمر في الحديدة، وما الذي تسعى إليه ميليشيا الحوثي من خلال هذا الاستهداف؟ نعم أختي الكريمة، الاستهداف الميليشيات الحوثي بالصليب الأحمر في منطقة غليفقة بمديرية الدريدم الجنوبية الحديدة ليس يعني حدثا جديدا، هو ضمن سلسلة انتهاكات وعمليات قصف واستهداف للمنظمات الإغاثية وللجان الرقابية التابعة للأمم المتحدة، وسبق وأن منعت ميليشيات الحوثي الوفد الإغاثي من الصليب الأحمر منذ شهرين بالاتجاه
بمواد غذائية إلى مركز مديرية الدريمي، حيث تحاصر الميليشيات هناك قرى في منطقة الاشتباك، وبالتالي استهدفتها الميليشيات ومنعتها، بل في الأخير نهبت هذه الإغاثة وبيعت في أسواق بيت الفقيه وزبيد والمناطق التي لا تزال تسيطر عليها هذه الميليشيات، إضافة إلى سلسلة انتهاكات طالت مكتب الغذاء العالمي، طالت اللجان الأممية الميدانية، طالت اللجنة المشتركة، طالت رؤساء اللجان باتريك والمسكارد وغيرهم من المعنيين بالجانب الأممي وملف الحديدة، وبالتالي فإن هذا ليس الميليشيات وأصبح أمرا معتادا بالنسبة حتى ربما للأمم المتحدة تأقلمت مع هذا الوضع النشاز التي للأسف الشديد تقف المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي صامتا ومتفرجا إذا ما يحدث في الحديدة. سيد عبد الحفيظ، إذا كنت استمعت لحديث ضيفي توفيق، تحدث بأن المجتمع الدولي لا يمكن أن يمارس ضغوط على الميليشيا في مدينة الحديدة وفي اليمن بشكل عام، هل تتفق أنت مع ما ذكر؟ وأين دور الحكومة الشرعية برأيك؟ نعم أختي الكريمة، طبعا للأسف الشديد المجتمع الدولي ربما انه يعني تاقلم مع هذا الوضع ولا يستطيع، لان ميليشيات الحوثي، لانه هو من مهد لميليشيات الحوثي واوقف معركه حصن الحديده، اذ كان الجيش على بعد 4 إلى 5 كيلو من بوابه ميناء الحديده في العام في بدايه العام 2017، وبالتالي ما حدث من ايقاف لهذه بملف بعذر ملف الحديده والوضع الانساني، اليوم الوضع الانساني اشد كارثيه ودمويه في محافظه الحديده، ولم تحرك هذه المنظمه الدوليه اي شيء في من خلال انقاذ المدنيين الذين يقتلون بشكل يومي، كانوا اطفال او نساء او غيرهم من المدنيين كبارا وصغارا، وبالتالي في اعتقادي بان ميليشيات الحوثي تمارس هذه الاعمال ضد المنظمات الدوليه في محاوله منها لترقيع المجتمع الدولي والامم المتحده كما قال الزميل توفيق، وذلك من اجل ابتزاز الامم المتحده ومن اجل ايضا وضع شروط جديده فيما يتعلق بمساله ووضع الحديده وتنازل الفريق الاممي وفريق الشرعيه فيما يتعلق بملف اتحاد الميليشيات من ميناء الحديده ومن الموانئ الفرعيه ومن مدينه الحديده والعوده الى ما كان عليه الوضع في 2014، وبالتالي هذه الميليشيات تحاول من خلال الابتهاد الابتزاز على حساب اوجاع ابناء الحديده ابتزاز المجتمع الدولي، لكن للاسف الشديد في الوقت الاتجاه الاخر الحكومه الشرعيه لم تقدم اي مناوره لا سياسيه ولا عسكريه ولا ميدانيه، كان يفترض على الحكومه الشرعيه وقوات القوات المشتركه المتداخله هناك في اجهزتها في محافظه الحديده والساحل الغربي للاسف الشديد، كان يفترض ان يعني اوجدت لها الميليشيات 1000 مبرر لحكم معركه الحديده، اذا الجيش تمكن من حكم معركه حيث والتحيته دون ان تصير قطره دم من المدنيين، بينما بحجه ان خوفا على المدنيين وخوفا على ازهاق الارواح، اليوم ما ارتكبته الميليشيات منذ 18 من ديسمبر العام المصرم وحتى اليوم نعم كارثه، كانها حرب شنتها من طرف واحد الميليشيات على المدنيين، بينما يقف الجيش وتقف الحكومه الشرعيه وتقف الامم المتحده والتحالف متفرجون ازاء الكارثه الانسانيه والمحدقه بمحافظه الحديده. نعم، تفضل بالبقاء معي ضيفي عبد الحفيظ. اعود اليك سيد توفيق، وبالحديث عن المنظمات الاغاثيه الواقعه تحت سلطة الميليشيا، لماذا هذه المنظمات لا يكون لها موقف حازم من الانتهاكات واستمرار القصف عليها، ولماذا لا تحرك الدول المانحة التي تعطيها هذه الأموال وبالتالي يتم الضغط بالفعل على الميليشيا؟ هنا الموضوع متعلق بإشكاليتين كبيرتين للأسف الشديد. الإشكالية الأولى متعلقة بموقف المجتمع الدولي من القضية اليمنية، والذي يحاول أن يمسك العصا من الوسط ولا يحاول أن لا يفقد كل الأطراف، وبالتالي هو يرى أنه من الضروري أن يتواجد بحسب تعليلاتهم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لأنها المناطق الأكثر تضررا او الوضع الانساني فيها بسبب لاسباب يعني بسبب القصف، بسبب انقطاع الرواتب، الحصار الى غير ذلك،
وبالتالي هذه المنظمات هي تسير في ضمن السياق العام والسياسة العامة للأمم المتحدة في هذا الخصوص. وجماعة الحوثي تراها كسياسة أمر واقع لا بد أن نتعامل معها بصورة أخرى، بالتالي تقدم أوراق اعتمادها ومخاطباتها إلى غير ذلك لجماعة الحوثي. الأمر الثاني متعلق بضعف الأداء السياسي للأسف الشديد للحكومة الشرعية، والأداء السياسي للحكومة الشرعية نابع ضعف هذا الأداء نابع من عدة أشياء. الشيء الأول أن هنالك تنازع واضح داخل الحكومة الشرعية بين حتى وزراء الحكومة الشرعية، وهذا التنازع ليس خفيا، ظهر إلى العلن. نرى تحرك وزير معين فيظهر ناطق الحكومة يستنكر تحرك هذا الوزير، وبالتالي أصبحت هذه الحكومة ضعيفة. حتى المجتمع الغربي اليوم أصبح ينظر إلى الحكومة الشرعية بأنها حكومة مهزوزة لا توجد ثقة كبيرة في التعامل معها ومنحها كل شيء. إضافة إلى أن الأمر الثاني الذي على إضعاف الحكومة هو التحالف نفسه الذي أضعف هذه الحكومة واصطدم معها لدرجة الصدام العسكري للأسف الشديد كما شاهدنا على أبواب عدن. وبالتالي اليوم الحكومة لا تمتلك أوراق قوية أو وسائل ضغط قوية تضغط بها على الأمم المتحدة بهذا الخصوص من أجل على الأقل نقل مقرات اليوم لا توجد منطقة آمنة للأمم يمكن للحكومة الشرعية أن تطالب بنقل مقرات وفتحها مثلا عدن على سبيل المثال. من الناحية الأمنية هنالك وضع مختل ومهزوز، ونحن رأينا عملية الاغتيالات والاقتتالات وإطلاق النار إلى غير ذلك. مأرب اليوم أصبحت في مرمى النيران والصواريخ ما بين فترة وأخرى إلى غير ذلك، اليوم في إشكالية. وبالتالي نعم سيد توفيق، كنت قد تحدثت عن التحالف ودوره في إضعاف الشرعية فيما يتعلق بالملف الإنساني والوضع الإنساني في المناطق الخاضعة سواء تحت سيطرة الحكومة الشرعية أو تحت سيطرة الميليشيا، ما الهدف برأيك ولماذا يسعى التحالف إلى إظهار الشرعية كقوة ضعيفة ليس بيدها شيء؟ التحالف عندما دخل إلى اليمن دخل تحت عنوان كبير هو استعادة الشرعية وكسر الانقلاب، لكن يبدو أن التحالف كان لديه أهداف أخرى غير هذا الهدف، أهداف غير معلنة. هذه الأهداف متعلقة بالموقع الاستراتيجي لليمن بالدرجة الأساسية، المملكة العربية السعودية، وكان هنالك يبدو أن هنالك تقسيم نفوذ غير معلن. السعودية توجهت إلى محافظة المهرة وإلى اليوم تدفع بقواتها وتشتبك مع أبناء المحافظة، مع أن المعركة الحقيقية اليوم هي في نهم وفي الجوف وليست في المهرة أو في أي منطقة أخرى. نعم شكرا. الإمارات العربية المتحدة وبشهادة نائب رئيس الأركان بأنه دخل إلى اليمن ليقاتل الحوثي كأحد الأطراف الأربعة أو الخمسة الذي أعلن عنهم، وهم الإخوان والطابور الخامس إلى غير ذلك. وفي الحقيقة أنشأ ما يقارب من 200 ألف مسلح أو ميليشيا خارج إطار الدولة، أدت هذه الميليشيات إلى إشاعة الفوضى وإلى التصادم مع الحكومة من أجل أن يصبح من السهل عليه تمرير مخططاته واستراتيجيته. نعم وضحت التي الفكرة سيد توفيق، أعتذر عن مقاطعتك لضيق وقت حلقتنا. أرحب بضيفي أيضا مصعب عفيف الصحفي، أهلا بك معنا سيد مصعب. برأيك ما الذي يمكن أن تفعله الأمم المتحدة إذا استمرار استهداف المنظمات الإنسانية في الحديدة، وبالتالي ما الذي يمكن للحكومة الشرعية عمله؟ نعم باختصار شديد، لن تستطيع الأمم المتحدة فعل شيء أو لا تنوي في الحقيقة أن تفعل شيء للحوثيين. هذا الهجوم يأتي عقب أيام أو عقب يومين فقط من تنفيذ اتفاق وتنفيذ تهدئة جديدة في الحديدة، هي الرابعة أو الخامسة داخل اتفاق ستوكهولم أو منذ إعلان اتفاق ستوكهولم، لذلك لا يعول على موقف الأمم المتحدة. في المقابل الحكومة اليمنية هي أيضا مقيدة بالقرار، بقرار التحالف وبقرار السعودية والإمارات، ولا تستطيع تقدم عسكري أو فعل أي شيء سياسيا تجاه جماعة الحوثيين. أيضا الأمم المتحدة هي عامل مهم في إيقاف معركة الحديدة وعامل مهم في ممارسات الحوثيين، وهذه الهجمات التي ليست الأولى في الحقيقة داخل الحديدة، الكثير من المقرات الأممية تعرضت لهجمات من هذا النوع، هجمات صاروخية وبشكل عنجهي. في الحقيقة هذه ميليشيا لا تمتلك أي أدبيات
العمل الإنساني أو الأخلاقي أو أخلاق الحرب هي تهاجم مخازن الغذاء، وكلها دائما تتعرض مخازن الغذاء داخل الحديدة وخارجها لمثل هذه الهجمات. نعم. لذلك لا نعول أي موقف من الأمم المتحدة والحكومة. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد مصعب. أعود إليك سيد عبد الحفيظ. إذن مع استمرار الانتهاكات من قبل الميليشيا وقصف مقرات المنظمات الأممية داخل مدينة الحديدة، أيضا الصمت المطبق من قبل المنظمات الأممية والأمم المتحدة، هذا الوضع الإنساني داخل مدينة الحديدة إلى أين يمكن أن يمضي في قادم الأيام؟ نعم، في اعتقادي أنه سيمضي إلى مأساة، إلى كارثة إنسانية تتحمل تبعاتها الأمم المتحدة التي بنيت على الدفاع عن حقوق الشعوب وعن حقوق المظلومين، تتحمل تبعاتها الحكومة الشرعية ويتحمل تبعاتها التحالف العربي الذي للأسف الشديد خذل معركة الحديدة. وأقولها بالمنطقة الصريحة بأن للأسف الإمارات لعبت دورا سلبيا في ومناهضا لتحرير محافظة الحديدة، هي القوى الرئيسية في الساحل الغربي، هي من دعمت واستحدثت ميليشيات وقوات تابعة لها، وهي من مولت وسلحت هذه الميليشيات، وهي من سحبت الأسلحة من ألوية التهامة وألوية العمالقة وسلمتها لقوات طارق، هي من سلمت العسكرية والبرية والغذاء وما إلى ذلك حتى إلى درجة السيارات الطبية ومنحتها لقوات طارق، بينما للأسف الشديد لا تستطيع القوات ألوية التهامة ولا تستطيع حتى ألوية العمالقة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بعد أن سحبت الإمارات مدرعاتها إلى المخا وإلى مناطق بعيدة عن الساحل الغربي، وجرأ الميليشيات إلى أن تقاتل في الصحيحة والفازة والعديد من المناطق. الناس أصبحوا يقتلون على قواربهم قنصا من داخل المناطق التي لا تزال تسيطر عليها الميليشيات في المناطق المحاذية للساحل الغربي، ما يعني بأن الإمارات تتحمل المسؤولية الأخلاقية في محافظة الحديدة، والكارثة تتسع يوميا، هناك قتل وهناك تدمير في محافظة الحديدة وتهجير والنزوح بشكل يومي، تتحمل الأمم المتحدة وحكومة الشرعية المسؤولية التي لا تستطيع حتى هذه اللحظة أن تحرك ساكنا ولا حتى في بيان إدانة ما عدا تغريدات أو تصريحات خجولة أو بيانات عقيمة وسمجة تصدر من هنا أو من هناك، والمواطن لا يحتاج إلى بيانات ولا يحتاج إلى تغريدات، يحتاج إلى ممارسة على فعل ميداني يقي من تبعات القصف اليومي والقتل اليومي وعمليات النهب والسلب التي تمارسها الميليشيات. شكرا. في عموم مديريات محافظة الحديدة في استعادة الرواتب، في استعادة البنية التحتية، في إيقاف عمليات القتل اليومي التي تمارسها هذه الميليشيات. للأسف الشديد الحديدة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه واستمرت القوات المنقسمة على ما هي عليه واستمر صمت التحالف وصمت الحكومة الشرعية، فإنها قادمة على كارثة إنسانية تتحمل تبعاتها المتحدة والتحالف والحكومة الشرعية. نعم، شكرا جزيل الشكر الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معي من مارب. أعود إليك سيد مصعب. إذا استمرار الوضع الإنساني على ما هو عليه، إذا لم يزدد سوءا في محافظة الحديدة، من يتحمل المسؤولية وما الدور المناط بالحكومة الشرعية وبالتالي التحالف لتلافي الوضع الإنساني داخل مدينة الحديدة؟ نعم، بشكل واضح من يتحمل بشكل رئيسي هذه المأساة الإنسانية في الحقيقة هي الأمم المتحدة التي أوقفت العملية العسكرية داخل مدينة الحديدة، وقد كانت على مشارف ميناء الحديدة وكانت على وشك تحرير أهم الموانئ التي تستقبل المساعدات الإنسانية. الأمم المتحدة أوقفت هذه المعركة وفشلت في حماية المدنيين، هي أطالت أمد المعركة في الحديدة وحولتها إلى منطقة حرب وإلى منطقة صراع مستدام. أيضا يلي ذلك موقف التحالف العربي، التحالف العربي هو المسؤول الثاني عن هذه المأساة في الحديدة بعد كل هذه الهجمات منذ إعلان اتفاق ستوكهولم. يشن الحوثيون هجمات في كل مكان في كل مناطق اليمن، بينما لا زال التحالف والحكومة يلتزمون بهذا الاتفاق
وهو فشلا ذريعا. الحوثيون يحققون انتصارات اليوم عسكرية في عدد من الجبهات فيما أمنوا معركة الحديدة التي أمنتها لهم الأمم المتحدة عبر إعلان اتفاق ستوكهولم. تأتي بعد ذلك الحكومة الشرعية التي لا تمتلك أي قرار في الوقت الحالي، تتحمل المسؤولية ثالثا بعد الأمم المتحدة وبعد التحالف العربي. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي مصعب عفيف. نكتفي مشاهدينا بهذا القدر. أشكر ضيوفي الصحفي مصعب عفيف وأيضا الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كان معنا من مارب، وأيضا رئيس مؤسسة سام للحقوق والحريات من فيينا توفيق الحميدي. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.